أكد تقرير نشره موقع The Arab Weekly الذي يصدر عن دار العرب في لندن أنه سيكون من الخطأ الافتراض أن طموحات تركيا تقتصر على ليبيا أو شمال إفريقيا، وكذلك لن نتصور أن علاقة أنقرة المشبوهة مع المنظمات الإرهابية تقتصر على العالم العربي. التقرير الذي يحمل عنوان طموحات تركيا تمتد إلى الساحل والصحراء ما وراء ليبيا أوضح أن الحكومة التركية مهدت الطريق لمشروعها الإسلامي في إفريقيا منذ سنوات، سواء من خلال حيل القوة الناعمة أو إقامة روابط مع الجماعات المتطرفة. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأول من الاستراتيجية التركية يتمثل من خلال المساعدة الممنوحة مع وكالة التعاون والتنسيق التركي، فيما يأتي الجزء الثاني من خلال انخراط تركيا مع المسلحين والإرهابيين في جميع أنحاء القارة السمراء. وأكد التقرير الذي نشره موقع The Arab أنه لم يول كثيرون اهتماما كافيا لعمق الروابط بين تركيا والمتطرفين في البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن معظم المنطقة المحيطة بليبيا تعتبر أرضا خصبة للتعاون والتنسيق بين أنقرة والمنظمات الإرهابية النشطة، والتي زادت من أنشطتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث تقوم تركيا بخطوات في ليبيا فيما انتباه القوى الكبرى متركز على جائحة فيروس كورونا. وتابع التقرير، بدأت جماعة بوكو حرام الإسلامية التي نشأت في نيجيريا في التوسع على نطاق واسع في دول حوض تشاد، كما لو أنها تتبع أوامر محددة في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بدعم عسكري للمتطرفين في ليبيا. وأشار التقرير إلى أنه لا يزال الجنوب الليبي يشكل فضاء حيويا في خططهم لمحاربة الجيش الوطني الذي قرع الإرهاب فيه، وكذلك أهدافهم الأوسع للعمل مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في دول الساحل والصحراء التي تواصل تركيا الاعتماد عليها.